بعد قضية امتلاك سعوديين عقارات في الصفرة ووقوف الأهالي في وجه إصدار مرسوم يسمح لهم بردم 27 ألف متر مربع في الأملاك العمومية البحرية المقابلة للعقارات، قضية أخرى احتج فيها أهالي دلبتة على شراء أمير سعودي 4 عقارات عند تلة الصليب في البلدة تصل مساحتها إلى 7700 متر مربع. فعلى أي أساس يتملك الأجانب في لبنان؟ وهل يتم تنفيذ القانون على الواقع؟ نحن بلبنان خاضعين للقانون رقم 11614 تاريخ 4/1/69. هذا القانون عدل بالعام 2001 مرتين، المرة الأولى عدل بعض المواد بهذا القانون ولا سيما لناحية مساحة تملك الأجنبي في لبنان، المرة الثانية عدل لناحية الرسم المتوجب على الأجنبي دفعه لتسجيل عقار في لبنان، كان 16% بفترة ما قبل هذا التعديل صار 5% مثل أي لبناني يستطيع أن يسجل بنسبة 5% من قيمة عقد البيع المنسوح. بالحقيقة يعني كما هو الحال في لبنان كل شيء القانون شيء والواقع شيء آخر. منلاحظ أنه القانون لا يطبق بحذافيره بلبنان، لأنه تعرفي حضرتك أنه 3000 متر هي المساحة القصوى لتملك الأجنبي في لبنان، وفي حال أراد أن يتملك الأجنبي أكثر من 3000 متر في على كامل مساحة الأرض اللبنانية بحاجة إلى مرسوم بيصدر عن مجلس الوزراء. إنما هذا الأمر عم نلاحظه بشكل يعني موسع، يعني عم نلاحظ في الجريدة الرسمية في كل عدد تقرأي أو في كل أسبوع يصدر عدد الجريدة الرسمية العديد من المراسيم تصدر بهذا الإطار ويتملك العديد من الأجانب. بواقع يعني صرنا نحن كمحامين أو كلبنانيين عم نقول إلى أين يعني نحن ذاهبون، إنه ماذا يملك لبنان؟ بالنهاية نحن عنا أرض وهواء وماء، إذا راحت الأرض شو عنا؟ يعني بعد شوي رح نصور نحن اللبنانيين ورح نهجر نحن ويبقى الأجنبي في لبنان. وبحسب القانون يجب ألا يتخطى مجموع ما يتملكه غير اللبنانيين 3% من مجموع مساحة الأراضي اللبنانية و3% كحد أقصى من مجموع مساحة كل قضاء و10% كحد أقصى من مجموع مساحة محافظة بيروت. وبصراحة يعني ما في التزام يعني 3% بالقانون، بس بالواقع أين القانون وأين نحن؟ يعني بتصور أنه في تدخلات عم تطلع فوق القانون، هذا بعتقد هذا أمر حقيقي وواقعي ويجب أن تكون هناك دراسات لتحديد المساحات اللي هي مباعة من لبنان. ويمنح القانون مهلة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء من أجل إنجاز البناء أو تخصيص العقارات للغاية التي تم من أجلها التملك، وإلا تسحب الرخصة. ففي قضية الصفرة مثلا جاء الواقع عكس القانون. استكشفنا انه بالسجل العقاري شيرين وبال97 مرقت 5 سنوات ومرقت 10 سنوات وبال2010 ضمون وما حدا سئلان على اي شيء. انا بحمل مسؤوليه للدوله اللبنانيه وللسجل العقاري وللتنظيم المدني. ان كان القانون يسمح للاجنبي بتملك 3% كحد اقصى من مجموع مساحه الاراضي اللبنانيه، فهل الواقع سيترك للبنانيين 3% من مساحه ارضهم؟